أنا زوجة من 42 سنة والحمد لله رب العالمين، عندي أولادي معايا 6 أولاد كلهم تعليم عالي. المهم إن جوزي من حوالي 11 سنة تزوج بنت شغالة عندنا، هي مش بنتي، هي مدام تزوجها كانت شغالة عندنا، تزوجها سر حوالي 9 سنين وأخلف منها وسر خالص، أنا معرفش نهائي ولا حد في البيت كله ولا العيلة كلها، لغاية لما السر انكشف. حضرتك من ساعة ما السر انكشف هو التعامل حضرتك مفيش تعامل حضرتك ما في هنا عندنا نهائي خالص حضرتك، يعني تعامل بأي حتى بالكلمة مفيش تعامل. المهم ان انا سألت شيخ على هوا زي حضرتك كده، فقال لي احنا مش هناخد الراجل ونقول له لا غصب عنك تعامل مع الزوجة دي وكلم الزوجة دي، هو بدام نفسه مش قابلة ومش مستمحة بكده فدي حاجة تخصه. حضرتك خليكي لاولادك وعيشي لاولادك وربنا يفرحك باولادك وكده. حضرتك هو سمع الفتوى دي، هو صديق للشيخ ده يعني بيكلمه، فهو افتى ليه برضه بنفس الحكايه، افتى ليه ان هو من حقه يتعامل مع الزوجه اللي بتريح لها، والزوجه انا اصل سمعت حضرتك في السؤال اللي قبل كده، والزوجه اللي هي مش بيستريح لها يعني نفسيته مش جايبه له بعد 42 سنه جواز ملوش دعوه بيها، ويعني يتعامل كل يومين يجي حوالي 3-4 ساعات يعني النوم ينام يعني بس كل يومين، اما تعامل نهائي حضرتك مفيش تعامل نهائي. هل دوت الشيخ اللي صرح بيه ان هو الرسول قال فيما لا املك صح، ولا هو زي ما حضرتك قلت انه هيجي مشكوك نصين ويتحاسب على المعامله بين الزوجتين؟ انا عاوز افهم هو يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى اجابه السؤال دوت بس كده. حاضر هجاوبك. احنا قلنا ببساطه شديده جدا وانا قلت على الهوى من شويه، قلت انا مش هخش في قلبك مش هقدر، ليه؟ دي حاجه خارجه عن ارادتنا، اللهم هذا قسمي فيما املك اللي هو المعامله الحقوق، لكن لا تؤاخذني فيما لا املك الحب. طيب هل لو هو بيحب الاولى او التانيه زياده، أو لو هو ما بيحبش الأولى أو التانية، هل ده يقتضي أنه يظلمها في المعاملة؟ لا أنا آسف، أنا آسف، حضرتك بتكره الأولى أو التانية أنت حر، دي حاجة أنا ماليش فيها، لكن من حقوقها عليك الكلام، ما هي مراتك. يعني انت لو ما قلتهاش بعد 42 سنة، لو ما قلتلهاش بحبك، مين اللي هيقول لها انا بحبك؟ لو ما اخدتش حقها الشرعي منك هتاخده من مين؟ ما انا مش بحبها من الشيخ وغصب عني وقلبي، مش احنا قلنا لو انت حبيتها هتكرمها ولو انت ما حبيتهاش مش هتظلمها؟ لو انت عملت كده يبقى انت ظالم وهتعاقب وهتسأل من ربنا على ظلمك في المعاملة. حبك انا ماليش دعوه بيه يا اخويا، حب زي ما انت عايز، انا ماليش دعوه، مش هخش في قلبك، لكن تظلم في المعامله حرام عليك، اتق الله، تسأل من الله عن هذا. ده فتواي في المسأله يا ام ياسين، والله اعلى واعلم.